ألا تحسن للفقراء؟ ألا تصدقت عليهم؟ ألا تحسن للفقراء؟ تحفيظ. ألا تصدقت عليهم بالماضي؟ بالماضي؟ بالماضي تنديم. لولا نمشي فنحرك عضلاتنا. لولا هنا حرف التحفيظ، لأن فعل نمشي جاء بصيغة المضارع. لولا انصرفت إلى عملك لكان خيرا. لولا هنا حرف تنديم، لأن فعل انصرفت جاء بصيغة الماضي. واضح، واضح جدا، واضح. لو ما تقرأ وتشرح فتستفيد. هلا أسمعتنا ولو بيتا واحدا من الشعر عن هلا؟ هلا ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي، فهل نفس ليلى شفيعها؟ أستاذ أدرك أخاك فإنه عاشق. هلا بقينا في الموضوع؟ ألا لخصت لنا ما استفدته من الأمثلة؟ يا سيدي فهمت أن أسلوب التحضيض ينطوي على طلب بعنف وقسوة. جيد. وأن أسلوب التنديم ينطوي على طلب بلوم وتغريع. صحيح. وأن أحرف التحضيض والتنديم إذا دخلت على المضارع دلت على الحث وطلب الفعل. مبارك. أحسنت أحسنت. وإذا دخلت على الماضي دلت على اللوم والترك. مبارك يا سيدي. أحسنت 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 أحسنت.